مرحبا بكم مشاهدي قنوات بين سبورتس في موعد جديد مع الفرجة والتشويق والإثارة، مع كرة اليد، مع السرعة، مع المتعة في مباراة كبيرة من أجل المرتبة الأولى. طبعا مونبولي المتصدر ينزل ضيفا على فريق باريس سان جيرمان في مهمة صعبة وصعبة للغاية، لأن مونبولي إلى حد الآن لم يتذوق طعم الهزيمة، وأبناء فيليب غاردون يريدون اليوم أن يقدموا مباراة كبيرة ويتصالحوا مع جماهير باريس. يسعدني أن يكون معي في الأستوديو للتحليل الفني على هذه المباراة الكبيرة زميلي والمحلل الفني لقناة بين سبورتس حميد البراوي. مرحبا حميد. وأيضا نجم كرة اليد الكرواتية الحارس الكبير فلادو شولا. مرحبا فلادو. جود ايفنينغ بلال. مساء الخير بلال. وأيضا نجم كرة اليد التونسية والمدرب القدير سامي سعيدي مدرب نادي القيادة. مرحبا سامي. مرحبا بلال. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونذكر بالترتيب الخاص إلى حد الجولة 11 من الدرجة الأولى الفرنسية. المتصدر هو فريق مونبولي حاليا ب 20 نقطة، يليه فريق باريس سان جيرمان، سان رافائيل في المرتبة الثالثة، دانكيرك في المرتبة الرابعة، نونت في المرتبة الخامسة ب 14 نقطة، نجد سيسون وشامبيري في نفس المرتبة ب 13 نقطة، ثم تولوز وترومبلي، ثم إكس أون بروفانس. هي مباراة الحقيقة اليوم بين باريس سان جيرمان ومونبولي. في كلمة حميد، الأول مع الثاني، مباراة الغريمين. الكل ينتظر هذه المباراة، والكل ينتظر فوز باريس سان جيرمان. حتى الفرق في المركز الثالث والرابع، سان رافائيل، دنكيرك، نونت، لأنه لو مونبولي يفوز اليوم سيعمق الفارق، والحظوظ للفوز بالدوري سيكون كبير لمونبولي. فأعتقد أن باريس سان جيرمان اليوم عليه أن يفوز لكي يقترب من مونبولي. سنأخذ أيضا رأي خبير في كرة اليد الفرنسية، ومعنا طبعا مراسلنا في باريس نسيم طالبي، معه كزافي أولي. نسيم، مرحبا بك مباشرة معنا على قنوات بي إن سبورتس. لو تعطينا رأيك في هذه المباراة وندخل معك في أجواء وصلة المباراة اليوم بين بي إس جي ومونبولي، تفضل نسيم. مساء الخير. سندخل أجواء المباراة مباشرة، هذه المباراة القمة التي ينتظرها الكثيرين هنا في فرنسا. طبعا معي مدرب نادي مونبولي كنايي للحديث عن هذه المواجهة، ومعي أيضا المدرب السابق، اللاعب السابق المعروف في مونبولي وفي المنتخب الفرنسي فرانسوا كزافي. سأبدأ مع فرانسوا كزافي. هنا لابريسيون كسا لدينا الاحساس بان هذه مباراه السنه نوعا ما، بالتاكيد هذا استثنائيه ليس كذلك؟ نعم، دعونا نقول بان المباراه بكل بساطه بين الاول مونبولي والثاني باريس سان جيرمان الذي على بعد 4 نقاط. بالنسبه لباريس سان جيرمان اظن انه من المهم جدا ان لا يترك الفريق يتعمق، ومنذ بعض السنوات اصبحت هذه كلاسيكو كره اليد الفرنسيه بين مونبولي الذي حصد الكثير من الالقاب وباريس سان جيرمان الذي اصبح الفريق الصاعد الجديد في فرنسا واوروبا. لذلك هذه مباراه ممتازه. ايها المدرب، كيف جهزتم لهذه المباراة؟ هل الضغط أصبح كبيرا؟ كيف كان التجهيز بالنسبة لكم؟ أعتقد بأنه ضغط دون أدنى شك، ولكنه ضغط إيجابي، لأن التجهيز إلى هكذا مباريات بالنسبة لنا المدربين تعتبر هذه أسهل المباريات للتجهيز، وذلك لأن اللاعبين لا يحتاجون إلى أن يتحمسوا أو لتجلب انتباههم إلى أن المباراة مهمة. المباراة تتحدث عن نفسها، نحن بالتأكيد لدينا مباريات صعبة، لذلك كنا نحتاج إلى استرجاع الطاقة والتحضير التكتيكي. هل فعلا أن هذه المباراة حاسمة؟ الليلة الفوز سيكون مهما جدا ويفتح أبواب اللقب. الفوز دائما ما يكون حاسما ومهما، ولكن نعم انها مباراة مهمة جدا بالنسبة للبرستيج وبالنسبة للسمعة والكثير من الاشياء الاخرى. هذه الصالة لدينا فيها ذكريات سيئة نوعا ما، لذلك نريد ان ننتقم. بالتاكيد، اذا بالنسبة لباريس سان جيرمان ونجومه الكبار الموجودين، هل هذا دعونا نقول يخيفكم قليلا؟ اعتقد انني لا اخشى شيئا منذ فترة طويلة، ولكن اخشى فريق باريس سان جيرمان واحترمهم، ولكن بالتاكيد لا نخشى الاسامي في حد ذاتها. بالنسبة للنجوم هذا شيء جيد، ولكن يجب أن يساعدوا فريقهم على الفوز. سنرى من سيكون النجم الليلة. شكرا جزيلا فرانسوا كزافي. ربما هكذا طبعا الأجواء، ربما سنعود إليكم في الاستوديو بعد قليل.
شكرا للزميل نسيم طالبي. وطبعا دخلنا في أجواء المباراة الآن ونلاحظ أن باتريس كاناي يبدو واثق كثيرا من هذه المباراة وكأنها يعني مباراة عادية يدخلها. تعرف جيدا باتريس كاناي وعقلية باتريس كاناي، هل المباراة اليوم تشكل عائق كبير بالنسبة لمونبولي، خاصة أن هناك لاعبين صغار لم يتعودوا على الضغط، لأن مونبولي في السابق كانوا نجوم كبار، فرنانديز، أومير، صبحي سود في السابق، رباح الغربي، يعني هناك لاعبين كبار. الآن جيل جديد، هناك عصام تاج الآن الليدر في الفريق، هناك هل تتصور هل هؤلاء الشبان قادرين على تحمل الضغط، خاصة أن كارابيتيتش في السابق لم يتحمل الضغط؟ بلال، حسنا بلال، اعتقد انه اذا ما راينا هذان الفريقان سنرى كذلك بانهما هناك الكثير من اللاعبين الذين لعبوا مباريات الدوليه ذو مستوى عال جدا. بالتاكيد فريق باريس سان جيرمان هو المفضل على الورق، ولكن على ارضيه الميدان سوف نرى ما سيحصل. ولكن اذا ما قارنا المدربين، مدرب مونبولي ومدرب باريس سان جيرمان، اعتقد ان الفارق كبير جدا بين هذان الرجلان. مدرب مونبولي اعرفه منذ فتره طويله واعرف بانه يعمل جاهدا وجيدا ويساعد لاعبيه كثيرا وسيلعب جيدا. بالنسبة لفيليب جاردان، أنه نوعية أخرى من الأشخاص ويفضل أن يكون هناك نجوم في الفريق، وهؤلاء اللاعبين هم الذين سيقومون بجلب الانتصارات. ولكن اليوم سنرى ما سيحصل بينهما، سيكون دون أدنى شك هناك نجاح لأحد الفريقين وفشل للآخر. بالتأكيد سنرى. سامي سعيدي، نلاحظ أن اليوم يعني مباراة ربما تكتيكية ستكون، لأن فريق باريس سان جيرمان انهزم في ثلاث مناسبات وفريق مونبولي لم يتذوق طعم الهزيمة. من الناحية النفسانية هل هذا مهم جدا في هذه المباراة بالذات؟ أكيد مهم بلال، خاصة أنه فريق باريس سان جيرمان باللاعبين اللي عنده واللي موجودين حاليا ربح 8 مباريات ومنهزم في 3. فريق مونبولي منتصر في 9 وزوز تعادلات، هذا مهم جدا للناحية الذهنية اللاعبين وحتى المدرب والطاقم الفني ككل. هو حقيقة لو نقارن للفرق الاثنين هما متقاربين، صحيح انه في مونبولي في المرتبه الاولى وفريق باريس سان جيرمان في المرتبه الثانيه، لكن لو نشوف عدد الاهداف المقبوله والمدفوعه من الفريقين هما متعادلين. معدل الاهداف اللي يقبل فيها فريق باريس سان جيرمان وفريق مونبولي معدل 25 هدف في المباراه، في 11 المباراه اللي لعبوها في الدوري الفرنسي. نفس الشيء في الهجوم، معدل الاهداف 31 في الهجوم. هذا ممكن يخلي الزوز فرق قراب البعض، ممكن الكفه تميل لفريق باريس سان جيرمان باللاعبين الخبره اللي عنده عكس فريق مونبيليه اللي هما لاعبين شبان ولاعبين مازالوا في اول عطائهم واول تجربتهم. شكرا سمير. نعود الى زميل نسيم طالبي، معه رئيس نادي مونبيليه، تفضل نسيم. طبعا بلال، من المدرب الى رئيس، رئيس نادي مونبيلي مسيو ريمي، ميرسي دافوار اكسبتي نوتر ريمي. شكرا لقبولك دعوتنا على قنوات بي ان سبورتس. هل هذه المباراه حاسمه لكم؟ بالتاكيد اعتقد ان الدوري سيزال طويلا، هذه المباراه مهمه دون ادنى شك، ولكن كما اقول سوف نكون في المركز الاول غدا صباحا مهما حصل. لذلك دعونا نقول بانها مباراه مهمه بين فريقان جيدان يريدان الذهاب حتى النهايه، ولكن سيكون هناك مباراه صعبه في المستقبل، كذلك هناك باريس و